عرف نفسك. الدكتور خالد عبد الفتاح. دكتور خالد انت النهارده ايه الساعه 1 الصبح صباح الجمعه جاي بدري ولا؟ والله هو احساس بالمسؤوليه لان في حصل انحراف عن مسار الثوره، والناس اللي كنا بنثق فيهم في تصميم مسار اعتقد انه اصبحوا غير اهل للثقه وعلى راسهم المجلس العسكري، لانه اتخذ قرارات اعتقد اقل ما يقال عليها انها ضد الثوره وضد ما تعهد به. يعني اسباب النزول في 1-2، اولا جميع اهداف الثوره اصبح يتم الالتفاف عليها، واخد بالك؟ ويبدو ان الاداره في مصر المجلس العسكري يتخذ قرار ضد مسار الثوره عن عمد، على راسها المحاكمات، على راسها استعانه بنافسدين لول النظام السابق، لم يقدم اي شيء حقيقي ملموس للثوره، وبالتالي لابد ان نعود ونثبت ان الثوره ملكنا، وان المجلس العسكري ما هو الا تابع يؤتمر بامر الثوره والثوار، لانهم هم اصحاب الشعب، الشعب هو مصدر السلطات. هل تنوون اعتصام غدا او اليوم؟ تطورات الموقف وردود الفعل هي التي سوف تحكم الوضع على الارض، لكن عليه ان يعلم المجلس العسكري انه ما هو الا تابع ينفذ اوامر متبوعه، هو وكيل والشعب هو الذي يحكم، وما على المجلس الا ان يؤمر فيطيع كخاضع لمن يامره ليس كحاكم. شكرا دكتور. اسمك؟ فؤاد محمد خليفه. أو نازل ايه او النهارده يعني صباح الجمعه؟ نازل عشان المسيره بتاعت يوم الجمعه ان شاء الله. عشان مسيره ايه؟ مسيره الجمعه. طب ايه يعني اهدافك يعني او ايه اسباب نزولك؟ اهدافي للامن المركزي اللي عمله في الماتش اولا. اهلاوي؟ اهلاوي. يعني انت من الاطراف؟ لا اهلاوي مش من الاطراف. اهلاوي. اللي حصل في المجمع القاهره، مجمع التجمع الخامس، حصل قدام المحكمه، واللي حصل مع الشهداء، فانا بحب بلدي، ما بنتمش لا الحزب ولا لاي حاجه خالص. شكرا شكرا. اسم حضرتك؟ عبد الله محمود، شبرا مصر. نازل ليه؟ طبعا انا نازل طبعا عشان طبعا ليه مطالب طبعا في ما اتحققتش، طبعا من ضمن المطالب من ضمن طبعا المطالب اللي نازل طبعا منها ان الانفلات الامن اللي احنا عايشينه وكده، هل يتطلب من المجلس العسكري يستمر بحيث يسبب لنا عدم انفلات امن مره اخرى؟ ونقطه ثانيه في موضوع انفلات الامن اللي حصل ده كان مفتعل من قبل الداخليه. اولا انا كزملكاوي صحابي اتصلوا بيا عشان نروح مدينه نصر عشان نقف بجانب ارضس اهلاوي، وقلنا اهلي والزمالك ايد واحده بسبب الانفلات اللي حصلت دي. جواب ماشي. ده مصطلح جديد ده؟ لا مع بعض عمرهم ما كانوا ايد واحده. لا الحمد لله وقفنا ايد واحده، زملائي كلهم كانوا زملكاويين راحوا ساندوا ارض الزملكاوي. النقطه اللي انا بوجهها، اولا هذه الجمعه 9/9 مش مواجهه ضد المجلس العسكري، لان انا كشاب طبعا هنا ميدان الحريه ميدان الديمقراطيه، انا كشاب ما فيش اي اختلافات بينه والمجلس العسكري، ولا احنا وانا مطالب اسقاط المجلس العسكري، لان المجلس العسكري حامي الثوره. النقطه الثانيه، لو في ظل الاحداث اللي احنا فيها ده، لازم يتطلب على المجلس العسكري يستمر بحيث يحقق لنا الاوضاع الثانيه. المهم النقطه الثانيه اللي انا بذكرها بتاع مجلس الوزراء والمجلس العسكري في القنوات الفضائيه وايقاف مؤقت لبعض القنوات في ضمن ترخيصها وكده، طبعا انا شفنا في بعد الثوره قنوات جديده ظهرت على النايسات، فاهمني؟ بتصير بلبله بسبب ايه؟ عشان توقع بين الشعب والجيش، فاهمني؟ عشان تحصل بلبله. وعلى فكره انا عايز اقول على حاجه، من ضمن القنوات دي، من ضمن القنوات عايزه تسقط هيبه الدوله عشان قطر بعين، عشان الدوله بعينها هي اللي تتحكم في الشؤون الخارجيه، وعشان تسقط هيبه مصر الخارجيه. النقطه اللي بوجهها زي مين يعني؟ زي مين؟ لا انا مش هذكر اسامي دوله شقيقه يعني. انا رساله بوجهها، استقرار مصر في استقرار الامه العربيه كلها، القنوات اللي هي معموله دي ماجوره، اللي مش عارفين مين صحابها او املاكها، عشان يحدثوا بلبله وعشان يوقعوا بين الشعب والجيش. لا انا بقول لك احنا الشعب بيحب الجيش وبيحب المجلس العسكري، وفي خلافات في خلافات بينهم، بس مش هذا يتطلب ان احنا نعمل خلافات علشان دول عربيه اخرى تجي تتحكم في شؤون العرب، عشان تسقط مصر خارجيا لحساب الدول العربيه الشقيقه يعني. شكرا شكرا شكرا.